إنه البيت الأبيض في أيامه ولياليه السود، يهتف من أمامه للمطالبة بالعدالة حتى يستتب الأمن. واشنطن عاصمة الولايات المتحدة تبيت 3 ليال سوية فاقدة للأمن ولرؤية ما بعد هذه الأحداث على أرضها. علم الولايات المتحدة الذي أحرق في أكثر من بلد احتجاجا على تدخلاتها في شؤون أهلها ينزل اليوم من على أبنية بالقرب من البيت الأبيض ويحرق احتجاجا على سياسة رب البيت الداخلية. لهيب في محيط أأمن مكان تدار فيه سياسات الداخل والخارج معا. دخان الاحتجاجات قد يذهب بلونه ويسقط تسمية الرئيس روزفلت له بالبيت الأبيض. كم تضيق تلك الهتافات على الرئيس الأمريكي هكتارات البيت 7 بكل غرفها ومكاتبها. وقد تغير المشهد من أمام البيت وتهيب ساكنوه من غضبة شعبية لم تكن في الحسبان. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن جهاز الخدمة السرية نقل الرئيس ترامب إلى مخبأ تحت الأرض، إجراء احترازي لا بد منه، وذلك الطوق الأمني لا يزيد المحتجين إلا تغيضا من عبثه. شارع بنسلفانيا السياحي والدبلوماسي الأشهر والأهدأ في أمريكا يحرسه اليوم المئات من رجال الشرطة ولا يستطيعون درء النيران عنه، وقد أشعلها المحتجون انعكاسا لغيظ في الصدور. إن لم تصل أصواتهم إلى ترامب فحتما سيرى ضوء لهيبهم. عمدة واشنطن فرضت حظر التجوال في العاصمة الأمريكية، تعرف أن ذلك وحده لا يكفي، فقد دعت الرئيس عبر وسائل الإعلام إلى الكف عن نشر تغريدات تثير الانقسام وتنبش في ذاكرة إن أفلتت العنصرية فيها من عقالها أهلكت الجميع.